نرحب أجمل ترحيب بقدوم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني المحترم. في رحاب المسابقة الوطنية الرابعة للحساب الذهني السريع في العراق، والتي يقيمها مركز تنمية الإبداع برعاية دولته، فأهلاً ومرحباً بكم دولة الرئيس. كما أرحب بالسادة الوزراء الأفاضل، السادة أعضاء مجلس النواب، السيدات والسادة الحضور جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكلماته وقع في النفوس، إنه روح العزيمة، إنه لحن النشيد. نستمع سوية إلى النشيد الوطني العراقي. شكراً جزيلاً. خير ما نبدأ به حفلنا لهذا اليوم قراءة آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا البرعم الحسين ليتفضل مشكوراً. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز وعد الصدق الذي كانوا يوعدون بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم الفاتحة شكرا جزيلا للبرعم علي حسين وأنبتك الله نباتا حسنا يعد مركز تنمية الإبداع في العراق أول مركز متخصص بتطوير القدرات والقابليات الإبداعية للأطفال واليافعين ولديه أكثر من برنامج يحمل تراخيص دولية وكذلك تراخيص استخدام وتدريب داخل العراق في غضون أكثر من 10 سنوات درب المركز أكثر من 40,000 تلميذ وطالب داخل العراق على برامج الحساب الذهني والرياضيات الذكية وبرامج الذاكرة والحفظ السريع والطريقة العبقرية في تعليم اللغة العربية وكذلك برامج اللغة الإنجليزية وغيرها من البرامج الإبداعية التي يختص بها المركز. الآن يتفضل المهندس ضياء علي الغراوي مؤسس مركز تنمية الإبداع في العراق لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني المحترم، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد من الله تعالى على هذه الأرض
بأن منها انطلق أول حرف في التاريخ، بأن بمعنى أننا شهدنا هنا أول لغة للتواصل بين البشر، وبالتالي نشوء أول حضارة إنسانية، وهي تعني الضوابط والقيم والقوانين والبناء والتجمعات السكانية المنتظمة، وتعني الكثير من الأمور، ومن ضمنها نشوء أول مدرسة في التاريخ، حيث أدرك أجدادنا منذ القدم أن تقدم الحضارات لا يكون إلا من خلال التربية والتعليم المنهجي المنضبط، وقد لاحظوا أن المجتمع الحضاري لديه احتياجات وتخصصات لا تقل أهمية عن التخصصات العسكرية وتنظيم الجيش، فنشأت التخصصات الهندسية على أسس رياضية دقيقة، وتطورت طرق الزراعة والري وأساليب تربية المواشي، وهكذا بقية التخصصات في كافة المجالات بشكل متناغم مع الاحتياجات العامة لديمومة الحضارة في كافة المجالات. لذلك لاحظنا اليوم أن واحدة من النقاط التي وضعتها الحكومة الحالية في خطتها هي المبادرة التعليمية الخاصة بابتعاث 5000 خريج لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصصات يحتاجها سوق العمل العراقي، وتحتاجها التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهذا يدل في أولى دلالاته على صحة المسار وعودة الارتباط الذهني بنفس التفكير الصحيح بين الأجداد والأحفاد لإعادة بناء حضارة قوية مبنية على أسس علمية مدروسة ومنهجية. إن الاعتماد على الطاقات العراقية المتميزة وتطويرها وتحفيزها يحتاج منا الاهتمام بتعليمها الأساسي والثانوي وتربيتها على مبادئ وقيم، ولو دققنا بعين الإنصاف لوجدنا أن المناهج الدراسية الحالية ليست قاصرة تعليمياً، وهي محدثة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، ولكنها مطولة نسبياً، والأهم من ذلك كله أن بيئة المنهج غير متوفرة. لذلك يطالب الكثير بإعادة النظر بالمناهج الدراسية، ولم يلتفتوا أن بيئة المنهج هي الحلقة المفقودة، فالمعلم يحتاج لدورات تدريبية كافية لفهم أهداف المنهج وطرائق تدريسه، وأن يعطى الوقت الكافي لحصة الدرس وفقاً لهذه الأهداف والطرائق التي يتابعها معه مشرف المادة. وكذلك المنهج يحتاج إلى بيئة صفية تتوفر فيها وسائل الإيضاح اللازمة لإيصال المعلومة للطالب، وغير ذلك من المتطلبات التي تنتج طالباً متعلماً. هذا الطالب رغم كونه أصبح طالباً متعلماً لكنه يبقى مفتقراً لركن مهم وأساسي، وهو الجانب التربوي والسلوكي. ومن أهم مقومات تربية الفرد المتعلم هو تنشئته على حب الوطن والانتماء والولاء لهذه الأرض. فلو نجحنا في تعليم الطلبة وتطويرهم علمياً ولم نرسخ فيهم حب الوطن والانتماء، لكانت النتيجة استفادة الدول الأخرى من هذه الثمرات والطاقات بعد كل الجهود التي بذلت في التعليم، وتضيع جهود سنين طويلة عمل خلالها مئات الآلاف من المعلمين والإداريين، وصرفت فيها مبالغ مالية كبيرة. كل هذا لأننا أهملنا جزئية مهمة وركن أساسي من أركان البناء، وهو بناء الفرد الصالح المحب لشعبه وأرضه ووطنه. اسمحوا لي الآن أن أتشرف بتقديم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني إلى المنصة، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي الأعزاء،
السيدات السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً هذا أحلى جمهور وأحلى احتفالية، مظهر يبعث بالأمل والحيوية. نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويوفق الجهود المخلصة التي ترعى هؤلاء المبدعين الصغار الذين سيكونون علماء وقادة وأمل لهذا البلد العزيز. ابتداءً أسجل عظيم الشكر والامتنان لمركز التنمية والإبداع لجهوده الذاتية، لكل الأخوة والأخوات في هذا المركز الذي تشرفنا بلقائه قبل مدة واطلعنا على ما تحقق من عمل وجهد ومثابرة وإخلاص. استوعبت أكثر من 40,000 تلميذ في تدريب وتطوير مهاراتهم في الحساب الذهني والرياضيات وبرامج الذاكرة، فهذا جهد كبير بإمكانيات ذاتية لواحدة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يحتم علينا أن نحتضن هذه المنظمات وأن نمد لها كل أسباب الدعم والمساعدة. طبعاً هذا الجهد هو اللي مكن أبنائنا من حصد مواقع متقدمة في البطولات العالمية للحساب الذهني. اليوم إحنا أمام هذا المشهد الرائع اللي يمثل مفخرة لبلدنا العزيز. عرف عن العراق بأن أبنائه في كل في داخل البلد وخارج البلد هم من القادة والمبدعين والذين يعملون على إدارة مؤسسات في مختلف التخصصات، وكانوا جزءاً مهماً من عملية التطور والبناء التي حصلت في كثير من البلدان. وآن الأوان أن يكون البناء هنا في العراق من خلال رعاية الدولة. حكومتنا مثلما تفكر بكل البرامج والقطاعات الخدمية والمعيشية والاقتصادية والإصلاح الإداري والأمني، لكننا نضع قطاع التربية والتعليم في مقدمة أولوياتنا، وهذا ليس شعاراً وإنما برنامجاً واضحاً بدأنا به منذ الأيام الأولى وفي أكثر من نشاط ومشروع ما يتعلق بالتربية والبنى التحتية وتطوير آليات عمل الوزارة لتقديم الخدمة وتوفير المستلزمات لإدامة هذه العملية وزيادة كفاءتها، وكذلك على مستوى التعليم العالي، وما مبادرة ابتعاث 5,000 طالب لجامعات وكليات عالمية معروفة وتخصصات نوعية إلا عنوان أو ترجمة حقيقية لهذا التوجه الذي نبغي من وراء الاستفادة من رأس المال البشري في العراق، وهو واحد من أهم عناصر قوة الشعب العراقي. إقرار الاستراتيجية التي سوف تمتد للتربية والتعليم التي سوف تمتد لعام 2031 وما تمثله من خارطة الطريق للنهوض بهذا الواقع، أيضاً واحدة من الخطوات المهمة التي نعول عليها كثيراً للنهوض بالتعليم وجودته وكفاءته. نحتاج هذه البرامج وهذه المبادرات، وسوف تجد من الحكومة كل الدعم والإسناد. وحضورنا اليوم مع السيدات الوزراء والنواب والسلك الدبلوماسي وكل الحاضرين إلا هو تأكيد
لهذه المبادرة من هذه المؤسسة، مؤسسات المجتمع المدني. أيضاً لابد لنا أن نثمن جهد عوائل التلاميذ والطلبة ورعايتهم واهتمامهم بهذا الجانب من حيث ما لدى أبنائهم من مهارات وتطويرها وصقلها، سواء كان في الجهد داخل البيت أو من خلال التعليم والتواصل مع المؤسسات التربوية والمؤسسات المعنية. يبقى أيضاً العامل الأساسي في مؤسساتنا الرسمية في كيفية النهوض بتطوير قابليات وقدرات المؤسسة التربوية لتتمكن من النهوض واكتشاف هذه المواهب ورعايتها وتوجيهها بالمسار الصحيح. نحن أمام هذه البراعم التي ستنتقل إلى مدارس المتميزين والموهوبين، ومن ثم الابتعاث لنكون أمام الثمرة، ثمرة حصولنا على علماء وقادة سيبنون العراق في عصر متطور بشكل سريع، يحتاج منا إلى التخطيط السليم لاستثمار هذه الثروة البشرية، وهذا بالتأكيد يعزز الثقة بالتعليم ومحاربة لكل ملامح التردي التي قد تحصل خلال العمل. دعماً لهذه المبادرة وهذا العمل، سوف نطلق مبادرة مجانية لشمول 2000 تلميذ من الأيتام وأبناء الشهداء والعوائل المتعففة من المدارس الحكومية، بغية استفادة أكبر شريحة ممكنة من البرامج الإبداعية واكتشاف المواهب العلمية لأبناء العوائل المتعففة والفقيرة. وسوف تستمر هذه المبادرات دعماً لهذا المركز ولكل المؤسسات ضمن هذا الاتجاه. أكرر شكري الجزيل للمركز والعوائل ولكل المؤسسات الداعمة، وأيضاً شكري للأساتذة الذين سوف يشرفون على هذه البطولة الوطنية الرابعة للحساب الذهني، مع تمنياتي لأبنائنا الأعزاء بالتوفيق الدائم والإبداع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً دولة الرئيس. استمرت مشاركات مركز تنمية الإبداع الدولية في أنطاليا التركية ودبي وشرم الشيخ ليتوجه عالمياً بإحراز نتائج متقدمة في بطولة الحساب الذهني السريع، والتي جرت في نهاية عام 2023 في الهند، ليضرب أبطال العراق الصغار موعداً مع التاريخ بلقائهم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم، وتبدأ مرحلة متقدمة ومختلفة من الإبداع يصنعها مركز تنمية الإبداع في العراق. الآن أدعو ممثلة المنظمة العالمية للحساب الذهني باما لبدء مراسم المسابقة الوطنية الرابعة للحساب الذهني السريع في العراق، والتعريف بشروط وقواعد المسابقة السيدة نور حميد كاظم لتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد دولة رئيس الوزراء المحترم، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، إن مركز تنمية الإبداع هو المؤسس الأول وواضع حجر الأساس لبرنامج الحساب الذهني في العراق. انطلق العمل به عام 2013، وقد حصل العراق على عضوية المؤسسة العالمية للمعداد والحساب الذهني باما عام 2018 عن طريق مركز تنمية الإبداع، بعد تقديم البحوث التي تثبت أن أول من استخدم المعداد
هم البابليون القدماء، وقد سبقوا الصين بهذا المجال بآلاف السنين، استخدموه من خلال التجارة. إن من أهم فوائد المترتبة على هذه العضوية هو استخدام برنامج الحساب الذهني، والذي يعمل على سعة الخيال وتقوية الذاكرة والحفظ السريع بشرط الاستخدام الصحيح. ومن الفوائد الأخرى للعضوية بهذه المنظمة هو عودة الطالب العراقي إلى ساحات المنافسات الدولية والعالمية، ليثبت أن الطالب العراقي هو صاحب علم وحضارة. والآن دعونا نتعرف على قوانين المسابقة التي نحن بصددها. حسن سولف عادي. أولاً راح يكون عندنا حصراً، لما يكون عندنا الاختبار بالأباكس راح نحل بالأباكس، لما يكون منتل احنا راح نخفي الأباكس. ثانياً نستخدم القلم الرصاص. الورقة البيضاء راح تكون للحل بالأباكس، أما الصفراء تكون من دون أباكس. وقت اختبار الأباكس هو 7 دقائق، وقت اختبار المنتل 4 دقائق. طبعاً للتوضيح، برنامج الحساب الذهني هو برنامج يتعامل مع العمليات الحسابية الأربعة، عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة، يتعامل معها العقل لحلها. ونحن نعرف أن هذه العمليات عندما تكون متداخلة تكون معقدة، لكن الطفل هنا بعد التدريب يتعامل معها بكل سهولة. نطلب عدم التحرك أي طالب من أي من مقعده. لجنة الاختبارات للتوجه إلى بداية اللاينات. لجنة الاختبار توجهوا. مصورينا الأعزاء، تحضير التايمر، البدء عند انطلاق الصافرة. طبعاً هنا يمنع الاقتراب من أي تلميذ أثناء الاختبار. البدء مع الصافرة والتوقف مع الصافرة، لا يسمح بكتابة الأرقام بعد الصافرة. مدرباتنا الفاضلات، ابدأوا ووزعوا الاختبارات. طبعاً مثل ما تشاهدون أنه الاختبارات مغلقة. مصورنا يتم فتحها الآن. لا يسمح بقلب الورقة. الورقة تنقلب من يبدأ الاختبار. شنو شعوركم؟ نسولف؟ لا تقلب الورقة ماما، ما يصير واحد يقلب الورقة. ويا الصافرة يلا تنقلب الورقة. ماما لاين رقم 9. نتأكد انه الاي دي اللي على الاختبار هو نفس الاي دي اللي على الباج. اللي وصلت له الاسئلة يتأكد من عتها. عدلوا شعركم، مو المصور ده يطلعكم. رتبوا نفسكم حتى تطلعون حلوة بالصورة. تأكدوا من الاي دي انه صحيح. أعزائي، الباج
رقم الاي دي على رقم الاسئله اللي موجود عندكم. دشوفوا تاكدوا من عنده. اللي يجهز من المدربات يرفع لي الاخضر انه هو جهز. جاهزين؟ فريز شوية، فريز فريز، الأهل فريز، الأولاد فريز، لا تقلبون الورقة، ما يصير واحد يقلب الورقة قبل الصافرة، ما يصير يقلب الورقة قبل الصافرة. جاهزين لو بعد؟ لاين خمسة جهز. ستة. من أصفر تقلبون الورقة راح تكون ورقة بيضاء، هاي تحلون بها بالأباكس، حصرا بالأباكس، ما يصير واحد يحل بدون أباكس. جاهزين لو بعد؟ لاين رقم عشرة جاهز؟ التايمر مالتنا جاهز؟ التايمر؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كله جاهز؟ تأكدنا من الايديات؟ 1 2 3. تايمر ستارت. عوائلنا الكريمة، هدوء لطفا، هدوء، لا تأثرون عليهم. إذا معادلة ما تعرفها عوفها حل اللي بعدها. ورقة البيضة، ورقة البيضة بالأباكس، الورقة البيضة بالأباكس. اللي ما تعرفه عدي على اللي بعده، كلش طبيعي، كلكم أبطال. ست وسنا توجهينا بهذا اللاين. ست علياء ما يصير احد يقترب من الطالب. عزيزتي كلش طبيعي انه اكو اشياء ما نعرفها بالحياه، بس احنا نقدر نتعلمها. ركزوا انه انتم تحلون. ماكو موسيقى باقي 4 دقائق ونص. على كيفكم، كل هدوء، انتم ابطال وقدها.
شاء الله كلكم مركز أول. حبايب الحلوين انتو قدها، اذا شي ما تعرفه اعبر للي بعده، كلش طبيعي. كمل، اللي يخلص قبل الوقت يراجع، اللي يخلص قبل الوقت يراجع. السادة اولياء الامور الكرام، يرجى من حضراتكم انه ترجعون شوي لورا. اللي يخلص يراجع. أذكر باقي عندنا دقيقتين للوقت. طبعاً 50 معادلة، كل معادلة تتكون من 6 أرقام وسبع أرقام، عمليات جمع وقسمة متداخلة، عمليات جمع وطرح متداخلة. فئة A ورقة واحدة البيضة، إذا خلصتها الصفرة لا تحل. يا سلام، شنو هاي؟ كلكم أبطال. اللي يخلص يراجع. فئة دي انتبهوا انه انتوا ورقتين، فئة اف وجي انتوا ورقتين. باقي عندنا دقيقة واحدة. ما شاء الله، عيني باردة عليكم، كلكم أبطال. هسه النوبة احتار منو المركز الأول. تشوفون باقي عندي 37 ثانية. بقوا الورق على الرحلة، ما نتحرك، من أصفر ترجع الورق على الظهر. تايمر. 10 8 7 6 5 4 3 2 1 ستوب. نرفع ايدينا، نرفع الاباكس. والله انا اصفق لكم، والله العظيم فخوره جدا بيكم. هسه شو نسوي؟ الاباكس داخل الرحله. التايمر الثاني جهزوه. الاباكس داخل الرحله، والا تسمعون الصافره، يلا نبدي نحل الورقه الصفراء. إذا جاهزين
نفتح الورقة الصفراء. أستاذ التايمر جاهز؟ الورقة الصفراء منتل بدون أباكس. وان تايمر مالتنا طلعنا يا مستعدين ومبينين ما تعبانين ولا كانكم جايين من الموصل ومن البصرة من الناصرية، هذا الطريق كله من الأنبار تعبانين، كلكم نشاط. يلا مستعدين؟ الله الله. 1 2 ستار. اللي يخلص حل يتأكد من النتائج. يا باني قمت أخاف، دولة صاروا أسرع من المدربة. ما شاء الله. أنت أفكر بالفريق اللي يروح وياي بعد يسافر. المؤهل للمسابقة العالمية. الدخوش راح يطلع فريق قوي. باقي عندنا دقيقتين وعشرين ثانية. راجع راجع، أهم شيء تكون مو بس نجاوب بسرعة، لازم النتائج صحيحة، صح؟ دي يصير الآن أنه هم دي يجمعون العمليات الحسابية ولكن بدون استخدام الأباكس. قبل شوي استعملوا السوربان أو الأباكس اللي نوهت عليه أنه هو أصله بابلي، هم أول الناس اللي استخدموه، وطبعا من خلال البحوث اللي قدمناها قدر العراق أنه ينضم للمؤسسة العالمية بابا. هذا شيء جدا مهم بالنسبة للعراق. قد باقي وقت عندنا سشيماء. باقي عندنا دقيقة واحدة. حلو، إن شاء الله النتائج كلها صحيحة. قبل الوقت ما شاء الله. أنا قلت هسه الأسئلة صعبة ما يقدروا لها، طلعتوا كلكم أبطال. 50 ثانية. أربعين ثانية باقي عندنا. طبعا ننوه انه راح النتائج تكون اليوم ان شاء الله بعد ما تفوت الاختبارات للتصحيح، يتم ان شاء الله فرز النتائج واعلانها خلال ساعتين او ثلاثة. 20 ثانية. الفائزين بالمراكز الأولى من حقهم يدخلون للاختبار المؤهل للمسابقة العالمية مع المنظمة العالمية باما. عشرة، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، ستوب. نعلن عن انتهاء الاختبار. مدرباتنا الفاضلات اسحبوا الاختبار رجاء، كل طالب بموقعه.
انتبهوا لأوراقكم. طلاب كل واحد بموقعه. جزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء المحترم والسادة الوزراء وأعضاء النواب اللي حضروا ويانا اليوم. أنا أحب أشكر أولياء الأمور اللي تكبدوا كل العناء حتى يحضرون ويانا. طبعاً وأكيد أكيد نشكر كل الأبطال اللي هم اليوم خاضوا هاي التجربة وعكسوا الصورة الجميلة عن الطفل العراقي وعن قدراته وعن إبداعاته. شكراً جزيلاً لكم. آسفة أنه أنا طولت عليكم وتعبتكم وياي. شكراً جزيلاً. هدوء طلاب. نلعب فريز. وان عدا المدربات مو فريز. وان تو فريز. شكرا جزيلا. إن العمل الذي يقومون به يتطلب الإبداع والتفكير العميق والمنهجية الدقيقة. يستخدمون الأدوات المبتكرة والتقنيات الحسابية المتقدمة لحل المشاكل الصعبة وتحليل النماذج الرياضية المعقدة. يعملون بشكل مستمر على تطوير النظريات الرياضية واكتشاف تطبيقات جديدة تفيد المجتمع وتعزز التقدم العلمي والتكنولوجي. علماؤنا الأفاضل هم كل من البروفيسور الدكتور أنور جعفر محمد جواد. مكان العمل كلية الرافدين الجامعة. نشر أكثر من 115 بحثاً في مجلات عالمية رصينة. شارك في أكثر من 30 مؤتمراً عالمياً ومحلياً. له بحث نشر عام 2010 ويعد اليوم مصدراً لأكثر من 500 باحث في علوم الرياضيات من مختلف دول العالم. وحصل العراق على المرتبة الأولى عالمياً في الرياضيات عام 2017. فلنا الفخر بك أيها العالم الجليل. البروفيسور الدكتور رائد كامل ناجي جعفر التميمي، تدريسي في قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة بغداد. عدد البحوث المنشورة في المجلات المحلية والعالمية هي 130 بحثاً. عدد المؤتمرات المحلية والعالمية المشارك بها 20 مؤتمراً. دمت معطاءً كما دجلة والفرات. البروفيسور الدكتورة نادية محمد غانم الساعدية، تدريسية في فرع الرياضيات وتطبيقات الحاسوب قسم العلوم التطبيقية الجامعة التكنولوجية. 125 بحثاً منشوراً في مجلات ومؤتمرات عالمية ومحلية رصينة. شاركت فيما يقارب 33 مؤتمراً عالمياً خارج البلد. يتفضل الأستاذ رائد كامل ناجي جعفر التميمي. الآن يتفضل البروفيسور الدكتور رائد كامل ناجي جعفر التميمي.
تتفضل البروفيسورة الدكتورة نادية محمد غانم الساعدي. يتفضل البروفيسور الدكتور وقاص غالب عطشان. يتفضل البروفيسور الدكتور مجيد أحمد ولي. شكرا جزيلا دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني المحترم لهذا التكريم ولهذه الرعاية ولدعمكم المستمر للعلماء والعملية التربوية.